الحين انطلاقة رسمية لبرنامج التخييم من هذه المدينة العتيقة، هذه المدينة التي تحتضن كل سنة هذا العبور، المحطة ديال العبور ديال الأطفال هنا. وكنبغي نجدد الشكر للسيد العامل وكل السلطات وكل المهنيين بتنظيم وتقدير هذه العملية هذه الجد هامة، لأن هذه هي الانطلاقة. وخصنا نبدا اننا نحسوا بالاطفال ديالنا والاباء ديالهم بانه يعني كل اجراءات تم اتخاذها لضمان راحه ابنائهم ولضمان ايضا يعني استراحه ابنائهم في الفضاءات اللي غادي يمشيو لها. وشكرا جزيلا. طاير فرحوا لولي بعد عن شويه.